نحن في وزارة الشباب والرياضة في قطاع المرأة خاصة نعمل على تأهيل وتدريب المرأة وتنميتها. المرأة هي جزء أساسي من في المجتمع، وهي جزء أساسي من حركة التنمية داخل المجتمع. تمر البلاد بظروف استثنائية في هذه المرحلة، في مرحلة الحرب، لذلك يعمل القطاع داخل وزارة الشباب والرياضة بظرف أيضا استثنائي، يعمل على تحديد أولويات استثنائية في هذه المرحلة. من أولوياتنا هي تمكين المرأة اليمنية اقتصاديا، لذلك نعمل على إقامة مجموعة من الدورات والدورات التأهيلية والتدريبية لتمكن المرأة اقتصاديا في المجتمع وتساعدها في مواجهة هذه الظروف الصعبة التي تمر بها جميع نساء اليمن.